نعم دكتور، لو حدثتنا عن النساء والاضطهاد ضد النساء بشكل خاص في تركستان الشرقية دكتور. النساء في تركستان الشرقية وخاصة في معسكرات الاعتقال يعانين من يعني حبوب منع الحمل، من يعني وأنا خجل من أن أحدثكم عن هذا، ولكن هناك اعتداءات جنسية و فتح الأعراض وانتهاكات تخص النساء، وهنالك اعتداء على أعراضهن جماعيا، وهنالك تويتر قبل سنتين أو ثلاث تقريبا لقنصلية في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية تقول فيها تويتر: خلصنا أهل تركستان من نساء تركستان من كونها مكينة للولادة. هذا يعني أنهم عملوا برامج ممنهجة لإبادة جماعية كما ذكر سابقا. فهناك موانع للحمل، أغلب النساء اللواتي في معسكرات الاعتقال تم إجهاضهن وتم تعقيمهن، لهذا فمن صعب جدا أن يكون هناك استمرارية لأهلنا في تركستان الشرقية. والخطة التي تنتهجها الصين اليوم هي خطة القضاء على أهلنا في تركستان الشرقية وتملك أرضنا في المنطقة. هذه الإبادة تعاني فيها النساء أكثر من الرجال، لأنها بما أنها هي التي تلد فهناك جرائم ترتكبها ضدهن من منع الحمل ومن تعقيم ومن تشغيل بالقسري، عمالة بالسخرة وغيرها من الانتهاكات التي تدينها جميع الشرائع بالقوانين والدساتير الدولية.